أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أن أعمال تطوير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية جاءت للحفاظ على الذاكرة الفنية لقامات كبيرة من الفنانين ليكون متحفاً مفتوحاً يروي تاريخ مصر الفني. المزيد في هذا التقرير. أعمال تطوير كبيرة شهدها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمقره بحي الزمالك، والذي يضم مقتنيات لكبار الفنانين المصريين ممن رحلوا عن عالمنا قديما أو حديثا. وخلال مراسم الافتتاح أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أن أعمال التطوير جاءت للحفاظ على الذاكرة الفنية لقامات كبيرة من الفنانين ليكون متحفا مفتوحا يروي تاريخ مصر الفني. هم دول اللي علمونا، واعتقد انه ده المتحف ده جزء من رد الجميل لاجيال عظيمه نقلت لنا اعظم الفنون وخلتنا في صداره المشهد الفني في العالم ساعتها في الوقت ده. الناس دي كل واحد فيهم تاريخ وكل واحد فيهم قصه عظيمه، لو اتحكت هتاخد ساعه لوحدها، كل واحد هنقدر نحكي عنه حكايات كتيره جدا. اعمال التطوير كتيره قوي اتعملت على مدار 5 أشهر، تحولت الجنينه دي الى حديقه متحفيه كامله. تم الاستعانة بزملائنا من قطاع الفنون التشكيلية لوضع التصور المتحفي للقاعة الرئيسية وترميم المقتنيات والمكتات. طبعا ساعدنا في ده جمعية أبناء الفنانين اللي أهدونا مقتنيات أبائهم وأجدادهم وزويهم اللي أسروا المتحف. أنا لما توليت إدارة المركز كان حوالي 9 من الرموز والفنانين اللي عندنا، بس النهارده وصل الرقم ل 79 ولا زال الحمد لله. الاحتفاليه التي شارك فيها ابناء الفنانين اشادوا بما تضمنته فكره تطوير المتحف لعرض المقتنيات الشخصيه لابائهم لتكون اعمالهم دائما حاضره في ذاكره الجمهور. بصراحه الفكره حلوه جدا، واكيد انا فخوره جدا 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 ان حاجات بابا موجوده. انا شخصيا في حاجات بالنسبه لي في حاجات اللي هو اول ما تشوفها بتفتكر العمل وبتفتكر الممثل وبتجيب لك ذكريات حلوه وكده من اعمال كتير، وفي حاجات شفناها النهارده حلوه قوي قوي قوي. احساس رائع جدا ان احنا نشوف مقتنيات ابائنا في المتحف وقد ايه هي تخليص ذكراهم والكلام ده كله، طبعا دي فرحه كبيره لينا احنا كابناء فنانين. بص انا عايزه اقول لك هي الفكره ابداع بصراحه، لان كفن هو كده كده محتفظ في قلوب كل المصريين قلوب العالم العربي كله، زي ما هم أسروا الحياة الثقافية والفنية في العالم كله. بس حكاية ان انت تبقى مقتنياته موجودة في مكان محدد ده شيء حلو، لأجيال وأجيال وأجيال هتفضل محتفظة بيها بنفس الرونق، وهنا بصراحة بيحافظوا عليها جدا، وشكرا ليهم وأبدعوا بصراحة. كما شملت أعمال التطوير عرضا للمقتنيات الشخصية للعديد من الشعراء والأدباء ممن أثروا الحياة الفنية بكتاباتهم وإبداعاتهم، منهم صلاح جاهين وتوفيق الحكيم وأحمد رامي وغيرهم.